المحلل العسكري البطل فايز الدويري الذي نرفع له القبعات احتراما وإجلالا وتقديرا، مرة أخرى يفضح أذناب إيران كحزب الله أو الحوثيين، ولكن هذه المرة حزب الله تحديدا. في السابق وكلمناكم بفيديو كيف إن الدويري فضح عصابة الحوثي وأكد بأنها مجرد أداة وظيفية قدرة لأهداف وأجندات إيران ومصالح إيران، ولن تطلق طلقة باتجاه إسرائيل إطلاقا إلا إذا تعرضت إيران ومصالحها للأذى من أي جانب، سواء أمريكا أو غير أمريكا. هذه المرة فضح حزب الله وما يدور في جنوب لبنان من مسرحيات هزلية، فضحهم وقال ما يقوم به حزب الله، هذا الحزب الإرهابي القذر المجرم القاتل الذي فتك بأبناء سوريا وقتل مئات الآلاف منهم وشرد الملايين، قال بأن هذا الحزب يقوم بهذه المناوشات برضا إسرائيلي تام. هناك تنسيق، هذا ما هو كلامي، أنا أنقل كلام المحلل العسكري فايز الدويري الذي يتابع الوضع ويراقبه عسكريا، وأنا أقره فيما قال وقد قلت ما قاله قبل أن يقول ما قاله. نعم، فيديوهات السابقة إن هؤلاء بيحاولوا يصطادوا في الماء العكر ويقولوا لنا إنه إحنا آزرنا فلسطين، إحنا عملنا واجبنا، إحنا ما ضلينا سنوات نتكلم إسرائيل والقدس فلسطين الصواريخ، يعني ما هم مجرد كلام، ها نحن نخفف الضغط عن إخواننا في غزة، هكذا يريدوا أن يقولوا، هكذا يقنعونا بأن هذه المناوشات الكيوتة الحنيينة أوي أوي تخفيف للضغط عن غزة، وإحنا نعرفهم كيف لما يخففوا الضغط عن حاكم، يعني كيف يقتلوا أهل السنة والعرب، أنتم دارين كيف آزروا بشار الأسد وكيف خففوا الضغط عنه حتى لا يتم خلعه من السلطة، قتلوا مئات الآلاف من السوريين ما شاء الله، لو ما جت الحاسمة ما بعد 7 أكتوبر رجعوا يعملوا مناوشات بسيطة دغدغة إسرائيل تدغدغ، تمام؟ دغدغة ما يقدروا يتجاوزوا حدودهم كما قال فايز الدويري، استمعوا إلى كلامه، والله يجيرنا من حقوق الطبع اللي تفرضها علينا الجزيرة. أنا أناشد الجزيرة، اتركوا الناس يناقشوا ما يقوله المحللون وما تقولوه بتقاريركم، يكفي أزلتم لي فيديو قبل 4 أيام من أجل تقرير له 10 سنوات قدوا ميت خامل استشهدت به باستخدام عادل، رحتوا أزلتوه، عملتوا مطالبة بحقوق طبع، أتمنى ألا تحذفوا هذا أيضا، خلونا نوصل للناس الفكرة، أسألكم بالله لا تأذونا، كونوا كبار، لا تبعسسوا حقوق طبع، هذا نقاش إحنا نناقش ما يدور في قناتكم من تحليلات نرى بأنها ذو مصداقية فائقة. استمعوا إلى الدويري ماذا قال. نتحدث عن جس النبض، درجة ارتفاع منسوب العمليات، كيف تصفه وصولا إلى اليوم بعد؟ يعني الحالة في الجنوب اللبناني وشمال فلسطين المحتلة هي تصعيد متدرج منضبط، ولكن كما تحدث محمود هناك قواعد اشتباك واضحة، هذه القواعد هي أنا أستطيع أن أقول إسرائيل لا ترغب في التصعيد، هي في تقوم بدور رد الفعل، هناك فعل وهناك رد فعل على هذا الفعل، وبالتالي هي لن تبادر بأي عملية عسكرية، لكن وضعت خطوط حمراء، قالت سنقبل بهذا الوضع، سنتعايش مع هذا الوضع، سنخلي مستوطنات 5 كيلومتر، لكن حذاري إذا ما تم توجيه صواريخ إلى حيفا إلى يافا إلى تل أبيب إلى أي هذه المناطق، أو إذا ما كانت هناك عمليات تسلل لمجموعات كوماندوز تابعة لحزب الله لتنفذ عمليات أرضية، عند تلك اللحظة سنكسر قواعد الاشتباك وسندخل في المواجهة المفتوحة. إذا هي أرسلت رسالة، أنا أستطيع أن أتقبل، قد يكون هذا تنفيس غضب لحزب الله ولغيره أنه قدم ما يمكن أن يقدمه بمستوى مقبول، سأجد لك المخرجا لكن لا تتجاوز الخطوط الحمراء. قد يكون هذا تنفيس غضب لحزب الله ولغيره أنه قدم ما يمكن أن يقدمه بمستوى مقبول، سأجد لك المخرجا لكن لا تتجاوز الخطوط الحمراء. لكن لا تتجاوز الخطوط الحمراء. أما التصعيد في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، أعتقد أن الإسرائيليين أرسلوا في هذا اليوم رسالة، وهي رسالة ترسم قواعد اشتباك جديدة. كنا نتحدث عن 2 كيلومتر تم إخلاءها، بدأ الحديث عن 5 كيلومتر إخلاء إلزامي إجباري لسكان المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، لكن كان هناك إشارة من إسرائيل أنها تستطيع أو تقبل التعايش مع هذا الوضع، لكن كان هناك إشارة من إسرائيل أنها تستطيع أو تقبل التعايش مع هذا الوضع، لكن
دون أن يتجاوزوا، والتجاوز حدد بأمرين: أن لا يكون هناك إطلاق صواريخ في عمق فلسطين المحتلة، أو أن لا تكون هناك عملية كبيرة في داخل فلسطين المحتلة. أن لا يكون هناك إطلاق صواريخ في عمق فلسطين المحتلة، أو أن لا تكون هناك عملية كبيرة في داخل فلسطين المحتلة. حزب الله ودع شهداء، وبالتالي لكل فعل رد فعل. لا أود أن أقول مساوي في المقدار ومعاكس في اتجاه، لكل فعل رد فعل. على حزب الله عندما يقتل من قواته عليه أن يستهدف وقتل القوات، وهناك أخبار متباينة أن العملية التي جرت قتل فيها 4 إسرائيليين وإشار إلى 20 جرح 20، لكن لن أتبناها لأنها لم تصدر من مصدر يملك الوثائق ليقدم لأتحدث بها، لكن هناك أنباء عن قتلى وجرحى في إسرائيل، لأنه بالمقابل هناك قتلى وجرحى من حزب الله. كلامه واضح، واضح إنه إسرائيل تدري انه تصرفاتكم يا حزب الله مجرد عض الطفل، ها طفل تحلف لعاب تمسحه وخلاص. وانا كلمتكم بالفيديوهات السابقة انه عادة اسرائيل ترد رد مدمر، ترد رد مدمر على اي مقذوف يطلع من غزة. شايفين كيف؟ حتى انه قيادات الفصائل اللي بفلسطين بغزة ما استطيعوا الظهور، عرضة للاستهداف بأي وقت استخباراتيا وعسكريا ومراقبين. هاي من كيف؟ أما حزب الله لا، بيتحرك بأريحية، رايح لسوريا قتل ملايين، شرد ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف من السوريين، حز رقابهم حز نصرة لبشار الأسد. يا رب يا رب يا كريم يا من تكريم يا رب، اجعل اسم غزة بشار الأسد يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اسم غزة عمر بن الخطاب، اللهم اجعل اسم غزة إيران، اللهم اجعل اسم غزة عائشة بنت أبي بكر. يا رب اجعل اسم غزة عثمان بن عفان ولا أبو بكر الصديق. يا أرحم الراحمين يا من تكريم يا رب، أسألك يا رب وأدعوك أن تجعل شكل غزة بالخارطة وهيئة خارطة غزة في الكرة الأرضية كأنها بشار الأسد. علا وعسى صواويخ صواويخ المماتعة توصل وتنجد غزة. يا رب اجعل غزة بشار الأسد. يا الله أنا أتمنى إنه يكون اسم غزة بشار الأسد، نظام بشار الأسد، هكذا اسم غزة نظام بشار الأسد، إنه تكون حماة أي الفصائل الفلسطينية. زمان أنتم دارين اليوتيوب سنوات ما يرحمون، أقول يطير الواحد. يا ليت اسم الفصائل يكون نظام بشار الأسد، من أجل يقتلوا من دولك الناس اللي نكرههم مئات الآلاف ويشردوا ملايين، لأنه اسم بشار استدعى من حزب اللات وإيران إنهم يقتلوا ملايين السوريين. نعم من أجل بشار الأسد، واستدعى إنهم يقتلوا ملايين اليمنيين من أجل احتلال العاصمة صنعاء وتحويلها إلى لطميات وعقائد طائفية. العراق والمهم تفاصيل ما بنطول، المهم سمعتم كلام الدويري كان واضح وضوح الشمس، هذول منافقين دجالين. حزب الله صواريخ صواريخ دائما تحركاتهم ما تجي يعني سم هاري إلا على العرب والمسلمين. أنت سني أنت مسلم، هو عقيدته إنه قتلك لا بد منه، لأنه يروا بعقيدتهم يا جماعة، عقيدتهم المشكلة بالعقيدة. مذهبهم يقول إنه لن يخرج المهدي إلا إذا سالت الدماء إلى الركب. دماء من؟ النواصب. يعني أنت لما ترضي عن عمر وأبو بكر وعائشة بنت أبي بكر وتبرئها من تهمة الزنا اللي يقذفوها فيها الشيعة، لما تبرئها وتقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي محمد، لما تبرئها وترضي عنها هنا أنت ناصبي ويجب قتلك بنظرهم، بل وأنت من قتل الحسين. هذه عقيدة الشيعة، لذلك أمريكا وإسرائيل والغرب أحبوا هذه العقيدة ووجدوا أنها مناسبة لقتل العرب والمسلمين وإضعافهم وشرخهم دينيا واجتماعيا وأخلاقيا. حتى قد نص الشيعة بالعراق، يعني نص الورعان هناك قد هم ماحين يعتربوا بداخل المقدسات حق الشيعة. والله أكبر نسبة للمفاعيص تحصلهم بالعراق بالوطن العربي كله بسبب هذا المذهب. لذلك أمريكا ترك لهم المجال ينتشروا كالجراد، يسقط الوطن العربي عاصمة بعد عاصمة. لكن الذي يروا أنه خصم زي بوتين، ها اعتدى على أوكرانيا، أنفقوا مئات المليارات من الدولارات يستنزفوه، ها قال لك القاعدة مدري من يلقطوهم حتى عندنا بالجبال، مناطق ما حد يتوقع إن من عينه عليها. مرة والله بمصاب العالي عندنا بذمر بأعالي الجبال، إحنا نعانق السحاب، واحد مع صالون ماشي
قالوا انه اشتبهوا بانه مع القاعده، قالوا انقع لقطه. صدام حسين ما كلفهم وقت اسبوع واحد وهم يفكروا انهم يغزوا بلاده ويدمروا العراق وغزوها وسلموها لهذول الروافض، هذول 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 هم احدياث الامريكان اشهد لله. كذلك افغانستان ساعة فقط اخذوا من الوقت ساعة حتى يفكروا ويعلنوا بضرب افغانستان وتدميرها. فعلا تدخلوا ودمروا افغانستان ساعة بس، اخذ وقت منهم الامر هذا ساعة، والتفكير هذا اخذ منهم ساعة انهم يغزوا افغانستان وفعلوها. وايران لهم ما يقارب 45 سنة مكنونا خطابات وتهديدات وسنعمل سنضرب ايران، وايران تقول الشيطان الاكبر، والله ما شيطان اكبر الا الايرانيين قسما بالله. مذهبهم محبب غربيا وامريكيا، حتى انه لو تقرأ تاريخ الخميني من الذي اعادوا لايران تجدوها هم الزنوات هذولا الغرب، هم اللي اعادوه وناصروه على الشاه ملك ايران، هذا اسقطوه وجابوا الخميني مع الثورة الخمينية. واول ما بدأ يقول بخطاباته سنصدر الثورة الخمينية الى الوطن العربي، فعلا فتكوا بملايين العرب والمسلمين. ليش ما يصدروها الان الى اسرائيل دفاعا عن غزة؟ انا اتحداهم بحداتي، اتحداهم، هم العدو قاتلهم الله، والله لن تفعل اسرائيل افعالهم، والله ورب الكعبة، والله انهم اشد خطرا، والله يا اسرائيل انهم مقارنة بايران، اقسم بمن احل القسم ان اسرائيل طير من طيور الجنة مقارنة بالاذى والخطورة الايرانية، ينخرك زي ماء السرطان من وسطك، عليهم لعنة الله، مذهب وشخ مؤذي. سلام الله على اليهود والنصارى، دينهم سماوي، النبي موسى النبي عيسى عليهم السلام، يعني هم هذا لا تدري هو هندوسي من عبدة الشيطان، هو ابن زنوة بن زنوة، هو ما تدري ما أصل أبوه. شايفين بالعراق كيف يلطموا، كيف يجلدوا انفسهم، كيف الدماء هذه، والله يا أعمالهم مقادوا لا قسما بالله أنهم الدين المحبب للغرب لهدم المسلمين. حياتي وتشويه الإسلام، أيوة حياتي.